مو دائما الانميات المشهورة معناها ممتازة، بل ان الانميات المشهورة امثال ون بيس وبليتش وكونان فيها مشاكل واخطاء قصصية وفنية قد شعر الراس. يروقني تشبيهها بالشبس، لما تفك ما حتصك. لكن ايش نعمل للاجيال الجديدة الغضة اللي قدست الشبس على الوجبات الاعلى مستوى مثل الستيك؟ الاجيال الجديدة منازلها خاوية من الاثاث، فأي قطعة أثاث يرونها ستعجبهم ويضعونها لملء خلاء منازلهم، وبالتالي لا منافس لها، وبالتالي تكون في نفوسهم عظيمة. أبسط الفكرة؟ اللي ما عمره طلع من بيته ولا ذاق وجبة في مطعم وشاف واحد يلق على كورنيش الخبر، أكل منه وعجبه واعتقد أنه ذو حسن فتان وما في أحسن منه. لكن لو راح لوسينك في باريس وذاق وجبة عجيبة في فنون الطبخ، لعلم أن من غاص في أعماق المحيط يدرك فارق سطحه عن كنوز أعماقه. آسف طولت عليكم في هذه النظرة التأملية، لكن لها علاقة بهذا الأنمي المغمور. أنمي مميز وقوي الفكرة وأقوى في طريقة معالجتها، شديد صلابة تركيب الشخصيات والإنتراكشنز اللي بينها، وذو قضايا ومواقف ممتعة وذو نهاية حلوة، طبعا لا يخلو من بعض السلبيات، ولكن لم أسمع أحد يتكلم عنه أبدا للأسف. عموما حياكم الله تعالى في كوكب باء 612 Planet B612، وتذكر أن ليس كل ما تسطع عليه الأضواء ذو جودة ويستحق الاهتمام. عندكم كيم كارداشيان مثال جيد على ذلك، ومثال آخر أهون شوي فروزن. عموما ننتقل الآن إلى الأنمي المغمور دينو كويل. القصة مبنية على تكنولوجيا متطورة في عالم الديجيتال أو السايبر وورلد. يستطيع الشخص يلبس نظارة خاصة ويكون بالتالي على اتصال تام مع الإنترنت والشبكات والأقمار الاصطناعية، ويستطيع إنشاء شاشات سايبر يتفاعل معها، ويستطيع التعامل والإنتراكشن مع مخلوقات وأشياء ديجيتال ملموسة من خلال النظارات في العالم الحي، وهذه النقطة هي الأهم. وهنا تجي جمال الفكرة، تستطيع أن تدخل بجسمك في عوالم سايبر والتعامل مع حيوانات سايبر أيضا. هذا هو سيتينج القصة، وهي تتمحور حول بنت تنتقل حديثا إلى مدينة وتتعرف على مجموعة من الشخصيات الهاكرز في هذه النظم. ديزاين القصة جدا سوليد وممتع ومليان أفكار، لدرجة أن المشاهد قد يثخن منها من كثرتها ومن الربط بينها. الشخصيات جدا رياليستيك وخالية من عطب الأنميات المعروف، والأحداث في القصة فيها تحري وأكشن ودراما وميلودراما، والنهاية ممتازة ومؤثرة. المشكلة الوحيدة هي في السكريبت، حيث أنه سبب ضعف واضح في عنصر التشويق بين حلقة وأخرى، وهذا الشيء طبعا ينقص عليه المسلسل. الإخراج احترافي من كل النواحي، لا تعرض المشاهد بشكل معبر فحسب، إنما بشكل فني في كثير من الأحيان، والأصوات اليابانية للممثلين متناسبة جدا وأدائهم ممتع. الكاركتر ديزاين جدا أثنتيك وأراه جميل ومناسب لنوعية القصة. مشكلته الوحيدة هي تشابه كبير في الفيشل فيتشرز للشخصيات، مما قد يسبب صعوبة للمشاهد بالتفريق بينهم نوعا ما، وأيضا لا يخدم محتوى القصة المليانة شخصيات. حركة الرسوم إبداع ومتعوب عليها، أما رسم الخلفيات يكسوه لمسة فنية خاصة باهتة بألوان الرمادي، ويزيده امتياز الدقة في محتوى الأماكن ونوعياتها من طقس ومنازل وأثاث وأغراض وغيرها. الموسيقى والمؤثرات الصوتية متناسبة مع القصة بشكل ممتاز. خلاصة، الأنمي فيه كثير من الامتيازات مثل عمق ديزاين القصة، عيبه الوحيد هو ضعف عنصر التشويق وهدوء العرض المزمن. لمحبي الأنمي دينو كويل is a must seen، واللي يحب يضيف على خبرته في عالم الأنمي أيضا لا يفوته، واللي يحب الفن الراقي اللي فيه أبعاد متعددة أيضا لا يفوته، واللي زهق من الشبس لما تفك ما حتصك ووده بوجبة دسمة أيضا لا يفوته، واللي يعتقد أن الأنمي محصور بمستوى Attack on Titan, One Piece وBleach فهو مخطئ، لأن من أجمل ميزات الأنمي تنوع عوالمه ومستوياته في النضج وطريقة عرضه ونوعيات رسمه وفنون حركته. أتمنى أن تضعوا دينو كويل في قائمة الواتش ليست. ألقاكم على خير الأسبوع المقبل.